كبي الفولارة يا البياه، كبي الفولارة يا البياه، كبي الفولارة عالغالي، خشمي الهدارة يا البياه. نمشي المعتمد مش نحكي له على ظروفي على حاجة، يجي يقول لي برا اخرج، يبدأ بصوت عالي معناه برا اخرج عندي ما نعمل لك انت. مشينا مشيت الجمعية دخلتني في الحظير، خدمت على الحظير لكن 230 دينار ما تعيشش، ما تعيش تعيش المي، تتخلص المي والضوء، تخلص لي معناه الكري، قول عندي دار، قريت الدار تعمل لي شيء 230. ما مشيت رجعت لسيد المعتمد قلت له كذا قلت بي الحال، قلت له سيد المعتمد اعطيني ورقه باش خليني نمشي نعمل مطلب، باش فماش ترسيم فماش حاجه. قال لي امشي اخرج البر وما نعطيكش الورقه هذه، فما راهي امراه غاديك هي. قلت له خلينا نعطيوها الورقه. قال لي ما نعطيكش، بصوت عالي خرجني لبرا وخرجت على روحي. علاش؟ خاطر هو خرجني على خاطر اني انسانه بسيطه، ما عنديش ما نحكي معاه، خاطر الانسان هنا مهمشين، ما عندناش ثقافه، ما عندناش ما كيفاش نحكي وكيفاش نتكلموا. اي امراه انا نشوفها جايه للمعتمديه ولا جايه لاي بلاصه مش محسين بيه السلطه الفوق، مش محسين بيه. فيش بنيانه اليوم فما أكثر من 2000 صاحب شهادة عليا معطل عن العمل، وفما أكثر من 500 صاحب شهادة من التكوين المهني والتأهيل التقني معطل عن العمل، والبطالة عموما في جبنيانة زادت بعد إغلاق عديد من المؤسسات الصناعية في جبنيانة. الإغلاق هذا جاء منذ 2005، منذ إغلاق معمل بلو فاكتوري وبلو ستيتش اللي كان يخدم أكثر من 750 عايل في جبنيان، ثم توالت معنا اغلاق المؤسسات في جبنيانه، لين وصلنا معناها ما بعد الثوره اغلاق معمل كابل، اغلاق معمل الخياطه، اغلاق معناها معمل جل طرد الخدامه نتاعو، اغلاق معمل ريون. اتصلنا بالسلطه الجهويه مؤخرا منذ 15 يوم باسم التنسيقيه المحليه اتحاد المعطلين على العمل، كذلك اتصلنا بها منذ شهرين، وجلسنا مع المعتمد لو باسم التنسيقيه المحليه اتحاد المعطلين على العمل، طرحنا له الوضعين تاع جبنيان، فصلناها له في علاقه بالتشغيل والتنميه، في علاقه بملف اصحاب الشهادات، في علاقه بالحظاير، في علاقه بعمال الاليه اللي ما تسوتش وضعيتهم، وكل المعطلات والمعطلين من دون الشهادات في جبنيان. ما راعنا من هذا المعتمد اللي معناه دامت الجلسه معاه اكثر من ساعه غير ربع، يقول لنا تفضلوا تحركوا كيما تحبوا انتوما، نحن معنا ما نقدموا لكم بالمنطق هذا، اعملوا اللي تحبوا عليه، نحن معنا ما نقدمه لكم وما عندناش برامج. ملينا من سياسة التسويف وسياسة إهمال الملف هذايا. قمنا على العديد من الاحتجاجات منذ 4 سنوات. تفوضنا مع الوالي اللي يمثل السلطه في ولايه صفاقس. الوالي كان ما كانش متفاهم، والوالي كان دائما يتراجع في علاقه بالملف هذايا. احنا مطالبنا واضح هي تسويه الوضعيه، بمعنى يقع انتداب عمال الحظاير ويلزم في علاقه بملف جبنيانه. عمال الحظاير في جبنيانه هم يمثلوا النسبه الاكبر في ولايه صفاقس، عندنا 450 عامل على الحظيره في ولايه في معتمديه جبنيانه. المشكله نتاعنا الرئيسيه هي مشكله الانتداب، رانا ماهيش مشكلتنا الاجر الادنى الصناعي والا مشكلتنا التغطيه الاجتماعيه. هذا حقنا وحقنا من 2011، اليوم حقنا الرئيسي واللي نطالبوا به واللي نناضل عليه هو مسألة الانتداب، بمعنى الإدماج في الوظيفة العمومية. جبنيانة طويكة بالحق صبحت ما فما شيء، زيرو جمدو من عهد بن علي راه، من عهد برقيبة، من عليه معناها بالحق ما صار شيء. جبنيانة معناها تمشي غلقوا سكر عليه في النضال، هي الأول جبنيانة. شكون تصدى للبوليس في عهد برقيبة وعهد بن علي؟ هما يعرفوه التاريخ منين الثورة. بالحكومة هذه مرينا منها حتى شيء،
أبار أني شوية حذيرة معناها عطاها وسكروا به اللي معناها آلام العباد، وهاك تشوف في البطالة احنا ممثلين على الشباب المهمش، نمثلوا الشباب المهمش والمرأة المهمشة فيش بنيانة، معناها بالنسبة للمرأة راهي ما عندهمش حتى شيء ما يعملوا، قاعدين نساء بطالة، أولاد بطالة، شباب بطالة، ما ثماش اعتمادات، الأراضي موجودة ما عندناش حتى معامل مسكرة، عندنا الأراضي لحبس، علاش ما يحلوناش الأراضي لحبس فيش بنيانة بالحق معناها؟ لا تنجم تحل لنا برشا الناس تنجم تاخذ قروض تنجم تتصرف معناها ونسيها هذوما معناها ثم امكانيه ان معناها يدمجوهم في سوق الشغل يعطيهم قروض يعطيهم معناها حتى قروض صغرى يزونا من الكلام الحكومه حكومه رينا منها كان الكلام راهو حكومه التسويف حكومه معناها قاعده على كراسي نهار كامل ينبروا السياسيين بالحق احنا نحبوا احنا ما نشغل عنا خارجين منه ولا اعتصام معناها بغبينا وصلوا للسلطه انه الاعتصام تاع البنيانه متواصل بنساه برجاله وصلني.